كلبي. مساكم الله بالخير. أبقى الله يبقيك، الله يحييكم ويوفقكم ويا مرحبا بالجميع. أي واحد يخالف الأنظمة والقوانين بيمسك الباب. وفهم يا فيل. في البداية، مر أسبوعين من أجمل الأيام اللي قضيناها مع بعض. وبعد بكرة بنودع واحد من أخواننا 23. لا فاهم غلط. ولكن يشهد الله محبتكم بالقلب جميعا، ونتمنى التوفيق للجميع. أخونا وش يضحك؟ بالله تعال تعال عادي عادي، خليت تشارك ذبينا دبة عادي، خليت تشارك نضحك. من هو؟ تعال هنا. طيب أقولها؟ إيه تكل بسعود غريب. يستاهل أبو عزة. أو شيء أنا أحبه وأحبك. أنا أتشرف أتشرف بأخوي سعود غربي. والله ونعم وفخر وشرف لي إني أتشبه في ابن عم. والله أنا أشبهتك، إني أحبك وأحبك. الله يبيض وجهك. أحب ما تقدم وأحب ما يقدمه. الله يبيض وجهك. أنا الأمانة كثير، ولكن لا تحرجنا. أخونا عبد الله الحافي شاعر مميز ومبدع. للأمانة علي كم كم؟ علي هذا أول انذار، هذا أول انذار. أبشر بي شباب. أخونا عبد الله الحافي عنده أبيات كتب في كل واحد بيت، وحب أنه يلقيها طبعاً بإذن الله بيدشن عمل لقناة الواقع لنجوم الأربع اثنين.